C'est bon. Alors, la séance d'hier, la moitié de la moitié des leçons, plutôt la moitié des leçons correspondant à la batterie. Comme un rappel, le module de l'électricité, on a bien défini l'électricité, avec le flux des électrons, il y a le haraka des électrons, bina ad-dallat. Ou y a la tension, il y a le farq des électrons, bin jouj, il y a le farq automatiquement. غير كندير موصل كهربائي بين جوج د البلايص اللي وحده فيها لا طونسيون اكثر من بلاصه ثانيه. اوكي، كيبداو يتحركوا هذوك لي زيليكترون دائما نحو البلاصه اللي هي اقل عدد، لانه كتكون موجبه، وقلنا لي زيليكترون الشحنه ديالهم سالبه، داكشي علاش كي دائما كيمشيو للبلاصه اللي هما قلال فيها. البلاصه اللي كيكونوا قلال فيها هي كتكون اكثر، يعني مش اكثر، انما كتكون الشحنه ديالها اقرب الى الموجب او الموجبه 100%. ثانيا عرفنا لامبيراج، قلنا هو العدد ديال لي زيليكترون ياك اللي كيدوز في واحد الوقت محدد في الثانيه، وهذاك العدد اللي حددناه وسميناه امبير، قلنا هو 6250 مليون مليار الكترون. اوكي، في الثانيه هو امبير. من بعد عرفنا لا ريزيستونس، انها هي هذاك لو بلوكاج اللي كيوقع لهذوك لي زيليكترون. كل ما كان لو بلوكاج اكبر او الصعوبه ديال المرور ديال لي زيليكترون اونتر لي زاتوم في هذاك الموصل الكهربائي، اوكي، في هذاك ليليمون كونديكتور الكتريك، كلما كانت داك لو بلوكاج ولا كانت اون ديفيكولتي ديال هذاك ديال لو باساج ديالهم، كتكون لا ريزيستونس اكبر. وقلنا لونيتي دو ميزور، الوحده القياس ديالها هي الاوم، والرمز ديالها هو اوميغا. من بعد هضرنا على لا لوا دوم، قلنا هي U ايغال اي ار فوا اي، يعني الفولتاج كيساوي الاوم مضروب في لامبيراج. وقلنا كاين جدول ديال التحويل من ملي امبير لامبير الكيلو امبير، من ملي فولت الفولت الكيلو فولت، من ملي اوم الاوم الكيلو اوم، يعني راه جدول واحد. اوكي، بحالو بحال الجدول ديال ثقل الكيلوغرام، بحال داكشي. من بعد دزنا لا باتري، درنا الحصه الاولى شنو هي المكونات ديالها لداخل، وركزنا على لا باتري اللي هي مكونه من لاسيد من البلومب ولاسيد سيلفيريك. البلومب هو الرصاص، وقلنا داك الرصاص هو اللي صوبنا منه هذوك لي بلاك بوزيتيف لي نيجاتيف اللي كاينه فيها لداخل، ياك. وهضرنا على كيف انه بشكل عام الالكتروليت اللي هو السميه ديال هذاك المحلول لا سوليسيون اللي كاينه في وسط لا باتري ديال البلون باسيد، سيتين سوليسيون، هو محلول مكون من، يعني سيتين سوليسيون كومبوزي دو لو ديستيلي، الماء المقطر، يعني H2O بيور بلس اسيد سيلفيريك، واحد الحمض السيلفيريك هو اللي مخلطينه مع الماء. والبارح اكتشفنا على انه هذاك لاسيد النسبه ديالو تقريبا 37%، ياك، وكتبقى لينا 63% اللي بقات كلها او بيور، يعني الماء H2O بوحدو. اللي شفنا زدنا البارح انه خدينا معلومات على لي تيب ديال لي باتري، كيف ما كتشوفوا قدامكم هنايا، بلومب جي ام او اف بي جيل ليثيوم. اوكي، من بعد هضرنا على امبيرور اللي هو من لي كاركتيريستيك اللي كتميز ليا اون باتري، سي بون. من بعد درنا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي باتري،
وهذه لا كلاسيفيكاسيون هي لحساب لحساب تخوا شوز. دائما كيكون عندي واحد لا طونسيون ديال لا باتري نومينال، لانتونسيتي ماكسيمال هي شحال ديال لي شحال ديال لي زامبير كتهز، يعني شحال ديال لي زيليكترون كتقد عليهم يعني في الستوكاج ديالها. وبما ان لي زيليكترون شي حاجه اللي هي ملموسه، يعني راه كيتحسبوا، يعني هذوك الاماكن اللي كيتحطوا فيها لي زيليكترون باينين، بلاصه خاويه راه ممكن امروها، بلاصه عامره بواحد الاليكترون ما يمكنش نحطوا فيها واحد اخر فوق منه. لذلك يعني بحال واحد الكيس، بحال واحد الساشي بغينا نعمرو، يعني الطاقه الاستيعابيه ديالو راه لوجيكمون الي ليميتي، وكذلك لا باتري. وشفنا امبيرور، امبيرور قلنا الى اون باتري مكتوب عليها 70 امبيرور، يعني هذه دابا اللي قدامكم هنا 70 امبيرور، اشنو كيعني؟ كيعني انه هذيك لا باتري قادره تعطينا اللي بصفه متواصله بدون انقطاع، قادره تعطيني 70 امبير بصفه متصله وبدون انقطاع لمده 20 ساعه تحت درجة حرارة 27 دوغري سيليسيوس. حفظوها بحال ما هكا، أعيد، 70 أمبيرور فو دير كو لا باتري بو فورنير دون فاسون كونتينو أوكي 70 أمبير بوندون 20 أور سوز أون تمبيراتور دو 27 دوغري سيليسيوس. كتعطيني 70 أمبير لمدة 20 ساعة، 70 أمبير بصفة متصلة متواصل عفوا لمدة 20 ساعة تحت درجة حرارة 27 دوغري سيليسيوس. هذا هو لا ديفينيسيون كيف ما كنقولوا يعني انترناسيونال، سي بون. من بعد قلنا دير لو سامبول لا ستركتور ديال لا باتري، يعني كيفاش دايره عندنا لا باتري، ياك كيفاش دايره عندنا لا باتري. هضرنا على لا ميثود دانستالاسيون ديالها كوتي تيوريك، ولكن خاصنا نشوفوها براتيكمون في لاتولي ان شاء الله. الوزن ديال لا باتري هضرنا عليه، اوكي، راه يعني على حساب الحجم ديالها وعلى حساب هذا لو بوين بوزيتيف نيجاتيف، راه جوج ديال لي بون اللي كاينين فيها سوا روج نوار او لو روج بلو. الفولت راه ديما 12 فولت، وقلنا بشكل عام راه ما كتلقاش 12 فولت نيشان، خاصها تكون فايته، يعني اون باتري اللي مشارجي مزيان راه فيها 12 فيرغول. وكاينين دي باتري الا عطيناهم الشارج مزيان كيوصلوا حتى 13 فولت كاع، سي بون وماشي مشكل. قلنا باتري اللي هي ما كتلحقش 12، يعني سي اون باتري لي ا شونجي، خاصنا نبدلوها صافي، يعني هذيك اشاره على انه ديك لا باتري بدات كتعيا، هذوك لي بلاك ديالها سي بون بقاتش عندهم ديك القدره انهم يستوكيو بلوس دو 12 فولت. اوكي لا طونسيون راه قلنا يعني هضرنا عليها. لا دات دو فابريكاسيون قلنا راه كتكون بحال البنو، يعني كيعطيوك العدد ديال لو سيمين والسنه، مثلا 13 20 يعني لا سيمين نيميرو 13، يعني الاسبوع الثالث عشر من سنه 2020. فاش حسبنا من شهر واحد، شهر واحد فيه 4، شهر جوج فيه 4 هي 8، طق طحنا في مارس، يعني هذاك الاسبوع 13 جانا في مارس، سي بون. من تما كنبداو الحساب، وقلنا على انه اون باتري دو ميور كاليتي كتبقى لينا 5 ans. ما يمكنش هذا هو يعني لي ديتيليزاسيون نورمال 5 ans، يعني طومبيلا دوبل في جديده تحطات فيها باتري جديده خرجت معاها من نهار الاول راه كدوز 5 ans، سي بون كيخصك اون باتري. وقلنا راه ما كتعلمش، هذا هو الديفو اللي عندي في لاباتري، ما كتعلمناش، سي بون. بالنسبة للكونيكسيون اون باراليل سي بون،
هنايا كيدويو لنا على لو غوموك. شنو هو لو غوموك؟ هو داك الشاريو اللي كتجرو الطوموبيل، الطوموبيلات بحال مثلا دوك لي فاكونسي وهذا، كيجرو واحد الشاريو لاصق في الطوموبيل من اللور. هذاك الشاريو حتى هو عنده لي فو، لو فو ديالو، فو روج ولي سينيال وهذا وهذا وهذا، وخاصو الضو ديالو بطبيعة الحال. سي بون، هذاك لو مونتاج كيدار دو بليس مونتاج اون باراليل ولا اون سيري. مثلا بغينا واحد الباتري ديالو مثلا ناقصه شويه في سميتو فلاشارج ولا دي شارجات، المهم بشكل عام ناقصه فلاشارج، ما كافيش داكشي اللي فيها باش يديماري، كنجيبو اون اوتر باتري كنعاونوه. وخاصنا هذوك الباتري اللي غادي نعاونو بها القطب الموجب ديالها خاص يركب مع القطب الموجب ديال هذيك، هو الاول، والقطب السالب ديال هذه مع القطب السالب ديال هذيك. يعني هذا هو اللي كنسميه مونتاج اون باراليل، التركيب على التوازي، وكي ديماري بها ان شاء الله. اليوم قلنا شنو اللي بقى لينا؟ دابا بقى لينا نشوفوا لونتروتيان دون باتري. سي بون، باش كندير الفحص ديال باتري، كيفاش كندير لا مينتونونس ديال اون باتري. سي بون، يعني الصيانه ديالها. الوغ لونتروتيان دو فوتر باتري دو فواتور، هنا لونتروتيان ديال لا باتري باش نحطكم في الصوره اكثر. دائما ياك اي حاجه اللي هي الكتريك، اي حاجه اللي هي الكتريك كنديرو دو كونترول. غنحاول انني نفتح هذا، فوالا، نحاول انني نفتح هنا، يعني اي اليمون الكتريك، اي اليمون الكتريك في لو كونترول ديالو اي اليمون الكتريك في لو كونترول ديالو كيكون عندي واحد وجوج. دائما جوج ديال لي كونترول. اشنو هما؟ كاين كونترول ميكانيك، اوكي، وكاين كونترول الكتريك. هادي دائما قصدو بالكونترول ميكانيك هو هذاك لو يعني فيزيويل، اوكي، هو اللي كنديرو فيه انسبكسيون الحواس ديالنا حنايا. كنشوف ياك مهرسة مشقوقة كذا كذا، وكاين بعض لي زيليمون كنديرو فيهم شي عبارات كاع، شي حاجة اللي هي ميكانيك، بعض المرات دي ميزور، ولكن ميزور يعني اللي هي ما كاين عندنا ضو ولا والو. كونترول الكتريك، اما كنعبرو لا طونسيون، اما كنعبرو لانتونسيتي، اما كنعبرو لا ريزيستونس، اوكي، اما كنعبرو اوتخو شوز عندها العلاقه بالضو، غادي نشوفوها. سي بون، اللي عندها العلاقه بلا بويسونس، لا ميزور، هي وغاديه. المهم كنعبرو دي شوز اللي هما يعني كنعبرو اي حاجه. الا بغينا نديرو واحد الفحص اللي هو كهربائي، يعني كنستعملو، نديرو هكا، كنستعملو ان اباراي ياك، اللي هي لو ملتي متر، هي لو ملتي متر ديالنا. سي بون، كنحاولو باش نستعملوه بحال هاد ماشي بحال، يعني دائما هادشي دابا اللي كاين عندي، يعني باش كنبغي نعبر هاد المسائل هادو، اوكي، كنستعملو لو ملتي متر. لو ملتي متر هو لاباراي، يعني الا بغينا ملتي متر
متر. فوالا هو هذا، راه فايت لكم شايفين نتوما قبل، ماشي اول مره. ولي ملتيمتر يعني فيهم يعني حتى هما النواع فيهم مختلفين في لي زوبسيون ديالهم. اوكي بيان درهم شي حاجه زعما مسلكه 1000 درهم حتى 5000 كاع، فهمتي؟ على حسب لا كاليتي بزاف ديال لي زوبسيون. كل ما كان كي دوبسيون كيزيد هو ضروري، يعني ما لا يمكن وغير مقبول انه شي واحد فيكم يقول لي واخد ديبلوم في لا ريباراسيون اوتو في اي نيفو، يعني الكاليف تي ولا تي اس ولا ما عرفت شنو، هي ما كنعرفش نميتريزي لو ملتيمتر، ماشي غير استعمل. ما مطلوبش منكم انتوما الاستعمال ديال الملتيمتر، لا، مطلوب منكم لا ميتريز ديالو، يعني ضبطوا الاستعمال ديالو مزيان. هذا هو راه، ودابا راه هو اللي كنستعملوه في لي كونترول الكتريك ابار لامب تيموان ولا دوتر اباغاي اللي هما كيعاونوا له هذا، ولكن راه الملتيمتر هو اللي كنخدموا به بزاف. سي بون، الوغ نحاولوا نرجعوا لفين كنا. Voilà. Une batterie à la bra. Quand je vous fais ça, quand je vous le الكوفيركل ديالها، الكركاس ديالها على برا، ياك ما مشقوقه ياك ما مهرسه ياك ما مضروبه، كنشوفوا لي بورن ديالها، القطب السالب الموجب، ياك ما مصدين، كاع هاد المسائل هادو كنحاول انه نشوفوهم مزيان. اوكي، كاع هاد المسائل هادو كنحاول انه نشوفوهم مزيان. نحاول انني نبارطاجي معكم النوتخ هذا. Voilà. C'est une batterie. كنشوف برا ديالها مزيان. اوكي، بالدارجه ديالنا كنحنز، هذا هو وكنشوف لي بورن. بزاف ديال لي بان وقعوا في بزاف ديال الطوموبيلات، السبب ديالهم هو هذيك لا كوروزيون، هذاك الترسبات وهذاك الصدا وهذاك ديك البيوضيه والمخلطه مع دوطخ شوز كتكون لي عند لي بورن ديال لا باتري. السبب انه فاش ركبنا ليها لي كوس في الاول كان خاصنا ندير واحد لاغريس او لا كنرشهم بواحد الماده اللي هي دسمه، راه كلشي كيتباع في هاد يعني في هاد بخصوص هاد النقطه، داكشي راه موجود اولا لاغريس نيت العاديه. سي بون، هذيك الطبقه اللي كنرشوها اولا هذيك الطبقه اللي كنديروا ديال لاغريس كتمنع ظاهره الاكسده، لو في لو فينومين دوكسيداسيون ديال هاد لي بورن هادو. سي بون، هذا هو اللي كاين. الى وقع ولقينا داكشي خاص يديبرونشاو لي كوس، وكن نيتوايو باللابروس ميتاليك، يعني كنحكو بهذيك المنشطه المعدنيه راه معروفه عندكم، هاد لي بورن سواء هذا ولا لاخر حتى لي كوس مزيان. سي بون، هذا هو اللي كاين. ولا شتي هاد لي كوس يعني مصدين اكثر من القياده، حكيتيهم وباقي فيهم ديك الكحوليه بزاف، وهذا كيتبدلوا ما كاين حتى شي، انه الضوء باش يدوز مزيان. فاش كندوي على الضوء دائما ثم فكروا في لي زيليكترون، لحقاش هما الضوء، يعني هادوك لي زيليكترون باش يتحركوا
خاص هذاك كل مكان ذاك الموصل، لانه هذوك لي كوس راه موصل حتى هما، سي ان كونديكتور الكتريك، اوكي، موصل كهربائي، باش يفوتوا فيه خاص يكون كله مزيان، كل ما كان مصدي يعني كنضيعوا في شي بلايص ما كتحركوش فيهم لي زيليكترون، فهمتوا؟ بحال الضو كيتعطل، بحال الضو غيكون ناقص عندك، اولا غيكون عندك اون سيغ طونسيون، اولا عندك هذا ديستانس، تكونات في واحد البلاصه اللي خاص تكون فيها، هذا هو اللي خاص يكون فيها زيرو اوم، سي بون. هذا هو من بين الامور اللي كاينه عندنا بخصوص هذه المساله اللي ذكرنا دابا. نمشيو نكملو. اوكي، نحاول انه نكملوا ان شاء الله. قلنا هذا هو كيفاش كنقلبوا اون باتري يعني كيف ما كنقولوا كونترول ميكانيك وهذا. هنا واحد الملاحظة، خلاص هنا كيدوي على بزاف ديال لي ديتاي، نحاول انني نلخص لكم. لاباتري للتذكير كنستعملوها او لا كنبغيوها بزاف امتى؟ في هذيك اللحظة ديال لو ديماغاج، في لو ديماغاج الموتور كيكون بارد، في لو ديماغاج الحديد كيكون يعني ما مجلسيش مزيان، في لو ديماغاج كذا، لو ديماغاج كيكون صعيب، وكنقصد بلو كيكون صعيب هو داك لو بخومييي ديماغاج ابخي ان اغي اللي هو ابروفوندي، او لا عفوا باردون، هو واحد لاغي اللي هو طويل، سي بون، واحد لاغي اللي هو طويل بزاف، من واحد المده، بسبب ديك المده راه الزيت كله كتولي هابطه لك الكارتير، راكم عارفين. خلاص فاش كنجي نديماري يعني كندور الموتور بالديمارور، والديمارور شكون اللي كيعطيه الضو؟ لاباتخي. لو ديمارور كيدور الموتور، والموتور كيولي كيدور ليا لا بومب اويل لا كتطلع الزيت، يعني فهمتي، لا كتطلع الزيت، خاص الزيت يوصل حتى الفوق، يعني حتى الكاش سوبيريور الفوق، هاد الموتور كيولي مجريسي، هاد الموتور كتولي عنده واحد السلاسة في لو ديماغاج ديالو، عاد كيولي كيسهالو هادوك لي كاتخطون، فهمتي، يعني كتاخد واحد المدة، هذيك بضع الثواني اللي كياخذها الموتور باش يديماري، راه تقدر تخوي ليك الباتري في البلاصه، فهمتي، ويقدر تكون الباتري مشارجي مزيان، ولكن كاينين دي باتري اللي فهمتي لا سب، يعني دقه جوج صافي مشات ليك الباتري، وخا يدفعوك الناس ما غاديماريش، فهمتي، لذلك ما خصناش نكونو بخلاء في القضية ديال المشرة ديال لاباتري، اوكي، ما خصناش نكونو مشطرين بلا قياس في القضية ديال لاباتري. هو الصراحة صعيب الواحد يعني يشري الباتري يعني بواحد لصوم اللي هي طالعة في البلاصة، اوكي، ولكن الديباناج راه ما خدامش. هذا هو كاين اللي كياخد شي حاجه بونو كازيون لهذا، ولكن شنو هي بونو كازيون؟ بونو كازيون انت ما عرفش حتى المده ديال الاستعمال ديالها قبل
ماشي قضيه مده الاستعمال، ما عارفش من نهار صنعوها حتى داك النهار اللي خديتيها فيه انت شحال داز عليها، ما مكتوب عليها والو، كلشي محي، كلشي محيد، هذوك لي زوطو كولون دوك الملصقات ديالها محيدي، ما كاينلاش. نروح نشري باتري جديده. الوغ القضيه ديال هذا نحاولوا نشوفوها هنايا كيفاش كنكونترولي اون باتري. سي بون، voilà comment on contrôle une batterie. Voilà. الوغ هنايا شنو لوبجيكتيف ديالنا هنايا؟ سي بون، هو خاصنا نشوفو هادوك العمليات اللي كديرها لاباتري. لاباتري كدير جوج العمليات فقط، اذا حتى نتوما منطقيا غيسهل عليك تقلب الكتريكمون هاد لاباتري. جوج العمليات، اشنو كدير لينا الباتري؟ كدير ليا لا شارج وكدير ليا لا دي شارج، شارجا وكدي شارج، يعني كتاخد الضوء وكتعطي الضوء. انا خاصني نتيستي هاد لاباتري واش يعني واش عندها القابلية انها تستقبل الضوء، يعني كدير لو ستوكاج سميتو، يعني كدير لي ان ستوكاج ديال الضوء سي بون، يعني تستقبل وكتخزن. هي هذه هي الكلمة اللي كنقلب عليها، يعني عندها القدرة على تخزين الكهرباء، هذه الحاجة الأولى. ثانيا عندها القدرة على تخزين هذاك الكهربائي، ولكن بالشروط الواجبات عليها، يعني ماشي غير تخزن الكهرباء وصافي، لا، تخزن وتوصل ل 12 فولت فيرغول، وتوصل لهذاك لامبيراج ماكسيموم، وتوصل لهذاك لامبيغور ماكسيموم ديالها، هذا هو لا شارج. لا دير شارج عاوتاني، يعني هي تعطيني بسخاء حسب القدرات ديالها بطبيعة الحال، يعني كتوصل معايا الماكسيموم ديالها ديال لامبير في الثانية، هو اللي كنقولو حنايا هذاك لامبير. سي بون، هنا غنبغيو ان فولت متر بانس، وداك الشيء هادشي ديال الفولت متر ولا بانس هو الملتي متر. ملتي متر مجموع في هادشي كامل. ان شارجور باتري عندنا في لاتولي، غني غنشوفو يعني تطبيقيا كيفاش كنريغليو هاد لو شارجور، وشنو هي الاحتياطات اللي خاصنا ناخدو، كيفاش كنشارجيو اون سول باتري، كيفاش كنشارجيو دو باتري او لا بلوزيغ باتري اون ميم طون، واش هاد الشارجور يقدر يشارجي ليا اكثر من باتري وحده او ميم طون ولا لا، بحال هاد المسائل هادو. سي بون، ان بيز اسيد اللي قلنا اللي كنعبروا به لو دوغري دو لاسيديتي، درجات الحمضيه، ودائما خاصو يعطيني انه 37% اسيد و 63% او ما، و لافيش دو غولوفي دو كونترول. لافيش شنو هي؟ واحد ورقه فيها جدول وكنعمر فيها هذوك المسائل اللي قلبت في الباتري، هذه اوكي، هذه لا، هذه لقيت فيها هاد لابار، شحال لقيت فيها هذه، شحال لقيت فيها هذه. سي بون، اون باتري بطبيعه الحال اللي غادي نديروا لها هاد لو تيست ديالنا في لا روفي تكنيك بالنسبه لهذيك الطوموبيل، لان بيدي، لانه لا باتري ماشي هبطات عليا هكذاك، وانما
كاينه فواحد السياره معينه خاصني نمشي لا غوفي تكنيك، سوا اوتو داتا ولا فيفيد ولا توليرونس داتا ولا غوفي تكنيك سو فورما بي دي اف ديالها، او لا سيت ويب اللي كيعطيني هذا الشيء، كنجبد لي كاركتيرستيك ديال لا باتري ديال هذيك الطوموبيل اللي في دي، باش نعرف واش هاد لا باتري اللي راكبه فيها ياك يعني ديالها او لا. الشروط اللي خاص تكون في هذيك لاباتري اشنا هي؟ انها خاصها تكون تساوي او اكبر من هذيك لاباتري الاصليه اللي خاص تكون في الطوموبيل. فاش كنقول اكبر ما كنقصدش الحجم، وانما كنقصد لانتونسيتي اي لامبيرور لا كاباسيتي. لانتونسيتي إلى كاباسيتي إما تعادلها أو أكبر. سي بون. هنا هنا إذا كانت الباتري دي شارجي أوكي، كنمشي كنشارجي يا سيدي 10 سوايع، هذه كنسميوها شارج لون ماشي رابيد، شارج longue pardon charge longue puis refaire les contrôles ok كتكون بدي شارجي الباتري بزاف، يعني خليت شي حاجه خدامه في الطوموبيل كتاكل الضو بحال البولات اي بوله معينه، او لا الالتيرناتور ما كانش كيشارجيها ديك الساعه راه يعني ستان اوتر تي بي، هذا كندير لو كونترول ديال لا شارج ديال هذا. حنا دابا كندوي على لا باتري بوحدها، لا باتري ما كتاخدش لا شارج، يعني سولفاتي. سولفاتي هو هادوك لي بلاك ديالها ما بقاوش كيشدو لا شارج صافي، ولا عند فيهم ترسب ديال السولفات، او لا لو ديمارور اي طون كور سيركوي اي ابسورب ترو دي انرجي. فاش كيكون عندي ان كور سيركوي في اي اليمون اللي هو ديريكتومون مع لا باتري، هذا هو الشرط، يعني كيخدم بلا بورن 30 ديال لا باتري، اي كور سيركوي راه كيولي عندي بحال واحد مقاومه ديال البوله كياكل الضو، فهمتي؟ كيبقى كيسخن وكيجبد لك الضو من هذيك لا باتري. لا باتري الا خليتيها هكا يعني حتى حاجه ما كتاكل الضو ما شاده فيها بين بلوس والموان، لا باتري كتكون يعني كتبقى شاده لا شارج ديالها، كتبقى دي شارجا كيف ما قلنا البارح بشويه اوكي. ولكن الا شي حاجه كتاكل الضو كيف ما كتبقى يكون غير كور سيركوي راه كياكل لك الضو. سي بون. من بعد الا بغينا نشارجيو هذيك لا باتري ديالنا مثلا، هاد لو تي بي اللي قدامكم يعني باش نشوفوه ونفهموه خاصنا تنقراو على لا سيركوي دو شارج، سيركوي دو ديماراج، وغنعاودو نرجعو لهاد المساله هادي. ولا رديتو البال حتى في الترتيب ديال لي سيونس هاد لو موديل، اول حاجه هي ليكتريسيتي، لا لوا دوم، لا لوا دو كيرشوف، لا لوا دو تيلمان، لا لوا دو لا لوا دو كيرشوف قلناها، لا لوا دو سوبر بوزيسيون، لا لوا دي ماي الكتريك اوكي، لا لوا دي نو الكتريك. من بعد قلنا غنشوفوا داكشي ديال التركيب على التوالي وعلى التوازي في هادو كاملين، يعني بالنسبه للفولتاج ولا انتونسيتي ولا ريزيستانس، مونتاج اون سير مونتاج اون بار، اي اون فوا فير دي زيكزرسيس دي شيما اون فوا فير دي كالكول، يعني الورقه والستيلو غادي تحركوا المحسبه. من بعد كندوزو لا باتري، ها هي لا بارتي تيوريك، يعني بقات لكم براتيك. ابري لا باتري ديريكتومون غادي ندوزو للسيركوي دو شارج، غير غنكمل لا شارج طن غادي ندوز لو ديماراج. سي بون. يعني هاد التراتبيه منطقيه، خاص نمشيو بحال ما هكدا. سي بون. كنديبرونشيو هكدا خلاص لا باتري، او لا لا كوست نيجاتيف راه قلنا البارح علاش، يعني لحيتي غير الكوست نيجاتيف لا باتري راه قطعتي الضو يعني 100% على
طوموبيل كامله. كنعبر هذاك الالكتروليت بالبيز اسيد سي بون. كنشوف لو نيفو ديالو بعدا، هذاك الليكيد ديال لي باتري خاصو يكون فايت لي بلاك، خاصو يكون فايتهم يعني لي بلاك، هذوك لي زيليمون اللي كاينين في لاباتري. الا حليت هذوك لي بوشون ديال لاباتري، لي بلاك خاصو يكون فايتهم الماء، خاصهم يكونوا كلهم غارقين في الماء. قال لك خلي لي بوشون اوفير اوكي. كنبرونشي الشارجور، هادشي الشارجور الباتري بليس بليس موان موان. علاش كنحلو لي بوشون؟ لحقاش كيسخن داك الليكيد اللي كاين في الباتري، فاش كيسخن يعني بحال الما الا غليتي الماء كيبدا كيغلي سي بون، باش ما تنفجرش الباتري الا كملت لا شارج ديالها. فاش كتكمل لا شارج كيبدا داكشي كيغلي، ولا انت نسيتيها في الشارجور والشارجور ما ريقلتيش في الوقت سي بون. باش تتفادى الانفجار ديال لا باتري كنديروا هاد المساله هذه. بالنسبه لي باتري ما يعني لي تكشاو ليهم لي بوشون وداك الشيء، يعني ضروري خاصك دير واحد الريغلاج ديال هذاك الشارج، بلا ما تبقى نتايا كل مره كطل عليه، كدير ليه واحد الريغلاج مينوتري سي بون وتخليه خدام. الوغ من بعد كنريغلي لا شارج، لحقاش كاينين دي شارجور ديال 12 فولت و 24 فولت سي بون. انت خاصك تتاكد انه كيخرج لك 12 فولت. من بعد عاد كنركبوا الشارجور في الضو، يعني حتى كنركبوا لك لي كوس كلشي هو هذاك مزيان سي بون. شارجي او مينيموم دانتونسيتي، يعني كلما قلتي ديك لانتونسيتي دو شارج كلما تشارجي الباتري مزيان. مثلا دير ليها 10 ساعات اوكي. بار اكزومبل الا كانت لا كاباسيتي ديال لا باتري 40 امبير، يعني كنريغلو الشارجور على 4 امبير، يعني كيبقى يدفع 4 امبير لهذيك لا باتري، وكتريغل على 10 ساعات 80 امبير، دير 8 امبير فهمتي 10 ساعات شي حاجه بحال هكا. حاولوا كلما طولتي المده ديال الشارج الباتري ولقصتي ليها في لامبيراج اللي كيبقى كيدخل ليها، كنديروا لو ستوكاج ديال لي زيليكترون مزيان، كيتنظموا فيها هذوك لي زيليكترون. سي بون اوكي. الكونترول ديال لا باتري يعني هذاك الوسخ وداك الشيء كامل اللي كيكون فيها، النيفو ديال الالكتروليت راه قلنا، الى هذاك النيفو ديال الالكتروليت لو الله هو المحلول لا سوليسيون اللي كاينه في وسط لاباتري ناقصه، كنزيدو بلو دي سيل ماشي لاسيد. الى عبرتي بلاسيد، الى عبرتي بالبيز اسيد ولقيتي داك النيفو ديال لاسيديتي ناقص، هنا هضره اخرى. ولكن غالبا 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 الى ما تكباتش ديك لاباتري يعني راه لاسيد اللي فيها راه باقي. شكون اللي كيتبخر الماء؟ اذا كنكمل غير بالماء بوحدو H2O لو ديستيلي، راه معروف عندنا بالماء ديال الباتري راه مكتوب عليه الماء المقطر سي بون. هنا ديكابي لي بورن اليكوس بور اسيغي ان بون كونتاك الكتريك، ميتر لا باتري ان بلاس دون لو فيكول، ميزوري او فولت ميتر لا طونسيون. انا قلنا فاش كنقيو هذوك لي كوس ولي بون، لي كوس هما هذوك اللي كيركبوا ليا في لي بون سي بون، في الاقطاب ديال لاباتري اولا القطبين باش نضبطو. كونترولي لي طا دو شارج دو لاباتري الي دو بيز اسيد، كونترولي لا دونسيتي دو لي الكثافه ديالهم، راه غادي يعطيوك خلاص هادشي في البيز اسيد. لا طونسيون افيد، la tension à vide sans le contact. المقصود sans le contact هو ما شعلتيش نتايا لو طابلو دو بور اوكي، يعني ما دوزتيش لو كونتاكت. باتري شارجي خاص يكون فيها 12 فولت، هذا هو اللي كاين سي بون. لا تونسيون دو ديماراج، اكسيوني لو ديمارور بوندون 5 سكوند سون ديماري اي لير لا تونسيون، يعني كنعبروا لا تونسيون في لا باتري، وواحد كيمشي كيضرب لو ديمارور خاصها تطلع لك مثلا بحال هكا 9.6 اوكي بلس 9.6
كتعطيها لا باتري، كنسميوها طونسيون دو ديماراج. طونسيون سو شارج هو لو ديمارور، او اي موتور اكسيليري لا طونسيون خاص تكون فوق لا طونسيون افيد. اوكي، خاص تكون فوق لا طونسيون افيد، هذا هو اللي كاين. مازال غادي نحاولوا نرجعوا لهذا المسائل هادو. مع شحال من واحد كيجي كيعبر الباتري كيلقى فيها 12 فولت كيقول لك باتري مزيانه، لا هذيك الطريقه ديال لو كومبورتمون ديال لا باتري مع الطوموبيل، مع لو ديمارور، مع لالتيرناتور، هاد جوج ديال لي زينيمون كنشوفوا كيفاش هي لا رياكسيون ديال لا باتري مع هذا ولا رياكسيون ديال لا باتري مع هذا. كيفاش لا رياكسيون ديال لا باتري مع لالتيرناتور، يعني كيفاش هي كتاخد منه، ولا رياكسيون ديال لا باتري مع لو ديماغو كيفاش كتعطيه. سي بون، هاد يعني هنا فاش كنشوفوا واش لا باتري نيت باقا صالحه ولا خاصني نبدلها. يعني ديك الفكره ديال عبرتي لقيتي فيها 12 فولت وتقول لي مزيانه، الا قلت ليها ونطقتي بها راك غلط. لا دابا كنحكر، ياك كنحكر بزاف على هذا الشيء ديال لا باتري. علاش؟ لانه بزاف ديال لي با ديال عندهم علاقه بالضوء الديفو ديالهم جاب لينا من لا باتري، ديما كنطيحوا حنا في هذا المشكل. وشحال من واحد كيبقى يدور يقلب 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 ووالو ما كيلقاش داك السبب ديال ديك لابان، وحتى لابان ما مفهوماش صافي، كيبقى يبقى سي. وهذيك الطوموبيل المسكينه كتبقى تدور من عند الاول من عند الثاني وزيد، وممكن تبقى شهور من عند هذا لعند الاخر. علاش؟ لانه ماشي معلميه ولا ماشي كذا، وانما دائما فوالا يعني هذاك لو كونترول كومبلي كنقولوا لي كونترول بروفيسيونيل، لو كونترول بروفيسيونيل ما كيديرش، هذا هو اللي كاين. ولا كيدير البوله كتشعل ليه بوله كيقول لك صافي مزيان اسيدي، راه فاش كتشعل البوله شعلت بوله يعني الضو كاين دايز، ولكن شحال ديال الضو كيدوز؟ هذا هو السؤال اللي خاصنا، شحال؟ ماشي واش كيدوز ولا ما كيدوز. راه انا كنفضل نخدم بالمليمتر على انني نخدم بلومبتيموان. لومبتيموان ما بالنسبه ليا كتعاون، ولكن ما كتحددش ليا شحال. هذا هو المصيبه دابا اللي كنبقاو نطيحوا فيها. دو بلوس الحديد ديال دابا، الطوموبيلات ديال دابا فهمتي، يعني راه فيهم واحد النسبه ديال الالكترونيك اللي غالي وفي تزايد، ياك اون ديفلوبمون كونتيني اون اوغمونطاسيون كونتيني، و ديرين هي لامب تيموان ما خداماش ليا. لامب تيموان، لامب تيموان تقدر دير ليا كور سيركوي لحقاش سي تان كونسوماتور، هذيك البوله ديال لامب تيموان مستهلك، تقدر هي دير لي مصيبه ماشي دي فوا د مصيبه غدير لي كاع اسيدي. غنعبر بالميليمتر، كاينه شي حاجه راه الميليمتر فيه فيزيبل ديالو كيتحرق، وكنبقى هاني ما نخسرش الطوموبيله ديال موالها. سي بون، ني خصني ديما نفكر هكا، يعني حتى الا كانوا لي ريسك تخسر لي حاجتي وما تخسرش الطوموبيل ديال السيد، شتي ردها ليه كيف ما كانت حسن ليا. اما اللي نصدق مخسر فيها هي اصلا خاسره فيها حاجه، ونصدق زيد مخسر فيها حوايج اخرين، وصافي راه كملات والله حتى عقلك غادي يمشي ليك. شحال من واحد كيحماق مع شي طوموبيل، علاش كيحماق؟ لسبب واحد فقط نقول لكم في جمله، ما كيخدمش بروفيسيونيلمون، ما كيشتغلش فيها باحترافية، كيحرق المراحل، كيحرق المراحل. شي مراحل ما دارهمش هو كيضمنهم، كيضمن، هذا هو المشكلة. كيضمن شي حاجة، فاش كتضمن شي حاجة كتلوحها موراك انت، فاش كتلوحها موراك يعني ما كتبقى هذاك الشك فيها ما كيبقاش عندك، كتولي الشكوك في بقية. وتخيل واحد الحاجة انت ما قلبتيهاش وضمنتيها خليتيها موراك
وبقيتي خدام وما غتلاقاش اصاحبي الديفو، راه غتحماق فيها لانه الديفو خليتيه موراك شي حاجه درتي فيها الثقه الكامله انها مزيانه وبقيتي معول على اوتر شوز، او لا واحد اخر دوزها وقال لك شوف هذيك غير خليها راه دوزتها، لا 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 عاود دوزها. علاش؟ باش انت ما كتفقدش الثقه في المهارات وفي القدرات وفي الكفاءه ديالك في المعرفه ديالك. ان فوا كتحرق المراحل او لا كتزقل المراحل او لا شي مرحله خاصها واحد لا كونديسيون معينه، بار اكزومبل شي مراحل اللي خاص يكون مدير الكونتاكت وانت نسيتي مشيتي عبرتي فهمتي ولقيتي داكشي اللي خاص يكون وقلتي راه مزيانه ودزتي، ولكن راه لا راه خاص لا كونديسيون. مع شاك تيبي كاين لي تيبي اللي هما اون غروسو مودو دي تيبي اللي فيهم شروط لي كونديسيون اللي خاصهم يكونوا محققين عاد كدير هذاك التيبي باش هذوك لي كونترول كتكون متاكد انهم اكزاكت. وكاينين دو فوس تيبي شي مراحل كيتبدلوا فيهم هذوك لي كونديسيون، هنا خاصك دير كونتاك، هنا خاصك طفي الكونتاك، هنا خاصك دير المرا الموتور، هنا خاصك تسكت الموتور فهمتي، هنا خاصك دير هذه، هنا خاصك فوالا. لذلك باش الواحد يتبات وهذا ويرزن ما فيها باس تجبد لا غوفي تكنيك اولا تشوف هذيك لا فيش دو كونترول حطها قدامك. علاش؟ الواحد كيتواضع فهمتي، تواضع هز سميتو لا فيش دو كونترول ديالك واخا تكون دوز شحال من عام كاع انت في هاد الميكانيك كاع فهمتي، هزها ما كاين باس بنادم راه كينسى حطها قدامك شوف تبع تاكد انت واش المراحل دوزتيها كامله، واش هذاك الشيء ديالك هو هذاك. واللي كيعاون في هذا الشيء هي هذيك لا فيش دو كونترول. علاش؟ في هذاك الشيء مرتب، انت كتكوشي وكتعمر دوك الفراغات دوك القيم دوك لي فالور اللي لقيتي باش تجلس للارض ودير واحد اناليز لوجيك اي بروفيسيونيل. سي بون، هذا هو اللي كاين. اللي بقى لينا وهو نديرو لا براتيك ديال هذا الشيء ان شاء الله. هنايا انوتي نو با بريزونتي دو فلام نو ني برودوير دي تانسيل بري دون باتري كي شارج، يعني ما ديروش العافيه ولا شراره حدا شي باتري اللي اون شارج، يعني ريسك ديكسبلوزيون خطر الانفجار بور لي ميم ريزون لنفس الاسباب. نو جامي ديبرونشي لي بانس دو شارجور افون دافو اريتي سون فونكسيونمون، عمرك ما تحيد لي بانس ديال شارجور وانت باقي ما طفيتيهش، باقي ما طفيتيش الا قصتي لي كوس ديالو راه الشراره هذيك. سي بون، اون باتري اناكتيف دو اتر كونسيرفي à l'abri du gel, de l'humidité à une température voisine de 15 degrés Celsius. باتري ما خدامينش بها، كنتهلاو فيها، بعيدة على التجمد، بعيدة على الرطوبة، ياك وفي درجة حرارة، ياك 15 دوغري سيليسيوس أنفيرون، إلا طيح في البال، وحنا عندنا في المهم، عندنا شي محلات في المغرب ما غنجمعوش خلاص كلشي، من جعل كل الناس سواء ليس لحمقه دواء. عندنا الناس في المغرب بروفيسيونيل الحمد لله، كنفتخروا بهم وبغيناهم يزيد الله من امثالهم. هنا لا كونسيرفاسيون اوكي ديال اون باتري في لو ستوك، يعني تقدر تكون باتري جايه كاع جديده ويلاه مصوبه غير شي شهر هادي فهمتي، ولكن ديك الظروف ديال لو ستوكاج ديالها ظروف سيئه جدا، هذيك الظروف السيئه كتنقص من لا كاليتي ديال هذيك لا باتري. عاودي عاوتاني نزيدوها، يعني دات دو فابريكاسيون اي كونديسيون دو ستوكاج. سي بون، نو با كونفوندر ان شارجور دو باتري افيك ان بوستر دو ديماراج كي بيرمي دو ديباني. دابا في لي شارجور كيكون فيهم لي زوبسيون ديال شارجي لا باتري وكاين اوبسيون ديال البوستر. شنو هو البوستر؟ بوستر هي بحال الا جبتي اون اوتر باتري وركبتيها اون باراليل مع هذيك ديال
ديال الفييكول باش نديماري، جبتي ان شارجور كدير فيه واحد في داك الريغلاج ديالو، كتختار بوستر. شنو هو البوستر؟ هو كيولي كيعطيك واحد الفولتاج عالي باش غير كيعاونك انت في الديمار كديماري بالخف. هذا هو المقصود بالبوستر. وكنظن راكم شتوها في البورتابلات ديالكم، في الالعاب، في داكشي ديال لي جو، بوستي هي كت يعني بلو فور. سي بون، نتمنى انه تكونوا استفدتوا جميع، ولنا لقاء ان شاء الله حضوريا باش نشوفوا براتيكمون كاع هادشي اللي دوينا عليه نطبقوه باذن الله تعالى. سي فوز افي دي كيستيون، مرحبا. انا غادي نطلق لكم دابا لي ميكروفون. وي الشباب، إذا كان شي سؤال مرحبا تفضلوا، أنا معكم. موسى وناجي مراد مفيد، اسكو فوزافي دي كيستيون؟